السلام عليكم، معكم الكوتش طارق المليح. حلقة جديدة، رمضان مبارك سعيد. نكملوا على داكشي اللي درنا هذا الاسبوع اللي فات وهاد 10 ايام اللي فاتوا. اليوم غنديروا حركات جداد من بعد التسخينات من الفوق لتحت. كنكون سخنت الكور ديالي كامل، غنجي غندير ان انترينمون سبيسيال اللي هو كيتسمى هيت هاي انتنسيتي انترفال ترينين، يعني مدة ديال العمل ديال الحركات ومدة ديال الراحة. مدة العمل غتكون 40 ثانية، مدة الراحة غتكون 20 ثانية. ندير لكم واحد 3 اكزرسيس اللي نتوما غتبقاو تعاودوهم من بعد على حسب المقدره ديالكم. الاكزرسيس الاول، الحركه الاولى اللي سهله بحال هكذا، مده 40 ثانيه. انا كنديرها 40 ثانيه، غنرتاح نرتاح، نجبد شويه 20 ثانيه ونعاودها ثاني، نعاودها واحد 5 المرات. ساليت منها غندير حركه اخرى، غندير لي فانت 1 2 1 2 1 جوج. هذه حركه كومبيني، واحد جوج، غنعاودها 40 ثانيه، غنرتاح 20 ثانيه، 5 د المرات. بدال كان هذا الدوزيام اكزرسيس. ثوازيام اكزرسيس، غنجي غندير هنا هنا، نطلع واحد جوج ثلاثه ونهبط، ونطلع ونديرو 40 ثانيه، وغنعاودو 5 د المرات. 40 ثانيه طلع عمل، 20 ثانيه الراحه، 5 د المرات. بدال كان نكون ديرت 5 في 5 في 5 15 دقيقة ديال العمل. ومن بعد نتيتيرا شوية لفوق لتحت قدام، ندور ونكون ساليت الحركات ديال اليوم. كنتمنى لكم الصحة والعافية، وموعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله.